تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس. معلومات عن عصافير البادج الأسترالي، متى يبلغ؟ وكيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ وما هو موسم تزاوج هذا العصفور؟ ماذا يأكل عصفور البادج الأسترالي؟ وما هو موسم تزاوج هذا العصفور؟ وكم تضع الأنثى من البيض؟ وما هي مدة تحضين البيض؟ نصائح عند ذهابك لشراء هذا العصفور. كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناتكم الحياة عجائب. نتكلم اليوم عن عصفور جميل يتميز بألوانه الساحرة الخاطفة للأبصار. أولا، كيف نعرف عمر الطائر؟ نستطيع أن نحدد عمر هذا العصفور من خلال حدقة العين، من خلال النظر في عين هذا الطائر. فإذا لم يكن له حدقة، إذا لم يكن له دائرة بيضاء حول عينيه كما في الصورة، فإن هذا يدل على أنه ما زال فرخا صغيرا بعمر شهرين أو ثلاثة. وكلما كبر الطائر كلما اتسعت الحدقة، وكلما ظهر هذا الخط الأبيض حول العين، وكلما قل سواد العين كما في الصورة. ولكن متى يبلغ عصفور البادج الأسترالي؟ يبلغ هذا العصفور بعمر 6 أشهر، ومن الأفضل أن نتركه حتى يبلغ إلى عمر 7 أو 8 أشهر. ولكن ما هو موسم تزاوج هذا العصفور؟ إن هذا العصفور من أكثر العصافير إنتاجا، فهو يفرخ كثيرا في السنة الواحدة، فقد يقوم بالبيض في السنة الواحدة من 4 إلى 6 مرات في السنة الواحدة، وهذا إنتاج كثير جدا. ولكن كم تضع أنثى البادج من البيض في كل مرة؟ تضع الأنثى من 4 إلى 8 بيضات كحد أقصى. مع مدة تحضين البيض، فإن البيض يحتاج إلى 14 يوماً أو 17 يوماً إلى 20 يوماً كحد أقصى، ويختلف ذلك بحسب درجات الحرارة. وتحتاج الفروخ من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع حتى تعتمد على نفسها في الطعام والشراب. ماذا يأكل عصفور البادج الأسترالي؟ إن هذا العصفور يتغذى على الحبوب كالبلكم والفلارس والدنيبة وبذور الكتان. وهذا الطائر يعتمد على الحبوب بنسبة تصل إلى 90%. فمن أهم الأشياء التي يجب أن توفرها أمام هذا الطائر يومياً الحبوب، كما أن هذا الطائر يأكل الخضروات ويأكل الفواكه بجميع أنواعها، ويجب عليك ألا تكثر من تقديم الخضروات والفواكه، لأن هذا الطائر طائر ضعيف. اخترت له في وضع الخضروات والفواكه أن يصاب الطائر بالإسهال، فمن المهم أن تقدم له الطعام اللين كالخيار، يقدم لهذا الطائر 2 مرات في الأسبوع، كما أن الأكل اللين يجب ألا تكثر لهذا الطائر من الأكل اللين حتى لا يصاب بالإسهال. ومن المهم جدا التنويع في الطعام، فيجب تقديم الحبوب بصفة يومية مع تقديم بعض الخضروات والفواكه 2 أو 3 مرات في الأسبوع، ولا تكثر من وضع الخضروات والفواكه، ولا تضع الأكل اللين كثيرا أمام هذا العصفور حتى لا يخرج عليه فضلاته، ثم يتلوث الطعام ويأكل الطائر من الطعام الملوث ويصاب بالأمراض المعوية. مع موسم تزاوج هذا العصفور، فإن أفضل وقت لموسم تزاوج هذا العصفور يكون من شهر سبتمبر أو من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو. هذا هو أفضل وقت لوضع البيض، واحذر
ولا تجعل هذا العصفور يبيض في فصل الصيف إلا إذا وفرت له بيئة مثالية ودرجة حرارة معتدلة. كم يعيش طائر البادجي؟ إن متوسط عمر البادجي 8 سنوات، وقد يصل إلى 18 سنة إذا توفرت له العناية وإذا توفر له الاهتمام. مع معرفة الفرق بين الذكر والأنثى فالأمر بسيط جدا كما في الصورة، فنستطيع أن نتعرف على الفرق بين الذكر والأنثى، وذلك عند البلوغ فنجد أن الذكر يمتاز بلون الكير الأزرق، أما الأنثى فيكون لون الكير عندها الكير، أي فتحتي الأنف كما تلاحظون. الذكر يمتاز بلون الكير الأزرق والأنثى تمتاز بلون الكير الفاتح. يختلف لون الكير باختلاف كل طائر ونوعه واختلاف طفرته ولونه كما هو واضح في الصورة. أما عن مناعة هذا الطائر فإن مناعته متوسطة، فهو من الطيور ليست قوية المناعة، فهو لا يتحمل البرد الشديد ولا يتحمل الحر الشديد، وكذلك أيضا جهازه المعوي جهاز ضعيف، فإن أكثرت له في أكل الخضروات والفواكه قد يصاب الطائر بالإسهال ويصاب كذلك بنزلات البرد. لذا يجب عليك أن تحافظ على هذا الطائر، وعند الاهتمام بهذا الطائر فإنه سيعيش معك فترات طويلة دون أي مشاكل. نصائح عند ذهابك لشراء هذا العصفور: أولاً، تأكد من أن منقاره سليم، تأكد كذلك من حركة الطائر وأنه طائر نشيط وليس كسولاً وليس به كشة في ريشه، فهذا دليل على المرض. تأكد من أن فتحة الإخراج عنده جافة ولا يوجد عنده إسهال. اقترب من القفص وحاول أن تمد أصبعك نحو القفص لترى ردة فعل العصفور، هل هو نشيط أم غير نشيط، أم أنه جالس في قعر القفص، فهذا دليل على المرض. يجب أن تتعرف وأن تستطيع أن تميز بين الذكر والأنثى، حيث أن بعض الناس ممن لا أمانة عندهم يبيعون ذكرين على أنهما ذكر وأنثى. عليك عند شرائك لهذه العصافير أن تشتري العصافير الفاتحة صاحبة الألوان الجميلة، ابتعد عن الألوان الغامقة، ابتعد عن الألوان السوداء أو الألوان الخضراء، واشتري دائما الألوان الصفراء أو البيضاء، اشتري اللاتيني أو الألبينو أو الرينبو، اشتري الألوان الجميلة فإن إنتاجها يكون جميلاً، وابتعد عن الألوان الخضراء أو الزرقاء أو الألوان الغامقة. يجب عليك أن تدرك عمر الطائر وأن تستطيع أن تتعرف وأن يكون عندك خبرة كيف تعرف عمر الطائر من خلال الخطوط العرضية على رأسه، فإذا كانت كثيرة كما في الصورة فهذا يدل على أنه صغير. العصافير البالغة يكون رأسها صافية ليس بها خطوط عرضية، يكون الرأس صافية ويكون المنقار زاهيا ويكون الريش أكثر إشراقا وأكثر جمال، كما أن حدقة العين تكون أكثر اتساعا. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم بكل ما قدمناه لكم من معلومات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم.